بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله، الحمد لله الواسع فضله، الموجود في الوجود رحمته ونعمه، أمرنا وشرع لنا في ديننا النظافة الظاهرة والباطنة، وأصلي وسلم على سيدنا محمد سيدي أهل الدنيا والآخرة الذي حثنا على نظافة الأبدان والقلوب في كل وقت وحين، وعلى آله وصحبه والتابعين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. أما بعد، فإننا نخصص هذه الحلقة للكلام على بعض أنواع النظافة الظاهرة، وهي الذي تظهر للناس. فكما تقدم معنا في حلقات ماضية أن النظافة الباطنة هي التي لا تدرك بشيء من الحواس الخمس، ولكنها تظهر أثرها في الآخرة. أما النظافة الظاهرة فهي التي تدرك بشيء من الحواس الخمس، من السمع والبصر والشم والذوق واللمس وغير ذلك. وكل من النظافة الظاهرة والباطنة جاء بها الدين الإسلامي. وتكلمنا في حلقات الماضية على النظافة الباطنة بالاقتصار، ونخصص هذه الحلقة على النظافة الظاهرة بالاقتصار. معلوم أن الدين الإسلامي شجع النظافة، وقد روي النظافة من الإسلام، وقال أيضا تنظفوا فإن الإسلام يحب كل نظيف. وقد شرع لنا الإسلام الغسل والوضوء، كل هذا لأجل النظافة. وقسم العلماء النظافة الظاهرة إلى قسمين: نظافة متصلة بالبدن، ونظافة منفصلة عن البدن. ثم أن النظافة المنفصلة عن البدن إما أن تكون مرتبطة بالبدن أو غيرها، أو لا تكون مرتبطة بالبدن. فأما النظافة الظاهرة المرتبطة بالبدن فهي تشمل أشياء كثيرة، ومن ذلك النظافة العامة لجميع البدن، وتحصل بالغسل، ولا سيما مع استعمال آلات التنظيف. وأمرنا شرعا أن نتنظف على الأقل في كل أسبوع مرة لصلاة الجمعة أو ليوم الجمعة، وأبيح لنا الاغتسال في كل الأيام، وقد كان الكثير من السلف الصالح يغتسلون لكل فرض، وفي ذلك مزيد من النظافة. وبما أن الغسل ليوم الجمعة أو لصلاة الجمعة مطلوب أسبوعيا، فإنه سنة مؤكدة قيل بوجوبها، والمعتمد أنها سنة لقوله صلى الله عليه وسلم: من توضأ يوم الجمعة فبها ونعمت، ومن اغتسل فالغسل أفضل. وهل الغسل ليوم الجمعة أو لصلاة الجمعة قولان في مذهب الإمام الشافعي؟ فقيل إنه لصلاة الجمعة، وعلى هذا القول لا يسن هذا الغسل إلا لمن أراد أن يصلي الجمعة. وقيل أنه ليوم الجمعة كغسل يوم العيد، وعلى هذا القول يسن الاغتسال لكل مسلم ومسلمة سواء كان أراد أن يصلي الجمعة أو أم لا، فيشرع للرجال وللنساء وللصغار وللكبار حتى للحيض. وقد قال بوجوب غسل يوم الجمعة كثير من التابعين، ومنهم سيدنا الإمام الحسن البصري وغيره من العلماء. تكلم الإمام الشوكاني في أي أوطار، وذكر جملة من العلماء يقولون بوجوب غسل الجمعة، كما أن الإسلام شرع لنا أيضا الاغتسال بمناسبات كثيرة، منها الغسل لعيد الفطر والأضحى، والغسل يوم عرفة، والغسل للخسوف والكسوف، والغسل للاستسقاء، وغير ذلك من المناسبات. وأكثر مناسبة فيها أغسال كثيرة مسنونة هي
حج بيت الله الحرام فقد شرع فيه الغسل لمناسبات كثيرة. ومشروعية الغسل في الإسلام والحث عليه يدل على أن الإسلام مهتم بالنظافة، كما شرع لنا الوضوء لكل فرد لمن أحدث وجوبا، ويسن ذلك لمن لم يحدث، فإن الوضوء على الوضوء بعشر حسنات وهو نور على نور. وقد ورد أن النبي صلى الله عليه وسلم لما دخل الجنة ليلة المعراج سمع دف نعلي معاذ يمشي قبله، فلما هبط سأله وقالوا بما نلت هذا؟ فقال يا رسول الله إني ما أحدثت إلا وتوضأت، وما توضأت إلا وصليت ركعتين. فبذلك يكون المحافظة على الوضوء دائما شيء مطلوب شرعا، أما فعله للوضوء للصلاة بالنسبة للمحدث فهو واجب بالإجماع. وشرع لنا وقد شرع لنا دين الإسلام الغسل في هذه الأعضاء الظاهرة، لأنها بسبب ظهورها تتعرض للأوساخ وللأتربة ولغير ذلك، فأمرنا بتنظيفها بكل صلاة. قال تعالى يا أيها الذين آمنوا إذا قمتم إلى الصلاة فاغسلوا وجوهكم وأيديكم إلى المرافق وامسحوا برؤوسكم وأرجلكم.